يوجد لدي أخبار سيئة لأقولها لكم. كل تاجر يبيع على موقع إيباي عاجلا أم آجلا سيحصل على فيدباك سلبي. إنه مجرد وقت حتى تحصلوا عليه. ولنكن صريحين، نحن نتعامل مع مشترين، وليس لجميع المشترين لديهم التصرفات نفسها. فيوجد المشتري العصبي، يوجد المشتري الصبور، يوجد المشتري المتسرع. لذا في هذا الفيديو سأريكم كيف يمكنكم حذف فيدباك سلبي حصلتم عليه من خلال عملكم على موقع إيباي. عليكم التذكر أن الحصول على فيدباك سلبي سيعمل ضرر كبير على حسابكم، وإذا حصلت عليه من إحدى المشترين عليك العمل جاهدا لحذفه أو تحويله لفيدباك إيجابي. يوجد طريقتين لمعالجة الفيدباك السلبي. الأول هي التواصل مع المشتري الذي أعطاك الفيدباك السلبي، التفاهم معه والوصول إلى حل وسط، حتى لو أرجعتم المال له مقابل أن يوافق التحويل الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي. بحالة الاتفاق مع المشتري، المشتري لا يمكنه تغيير الفيدباك، أنتم عليكم إرسال له طلب لتغيير الفيدباك. أنا الآن موجود في الصفحة الرئيسية لموقع إيباي، ولكي نرسل الطلبية للمشتري لكي يحول الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي بعدما أن تواصلنا معه واتفقنا معه ووصلنا لحل وسط، تمرر الماوس على اسم المستخدم الخاص بكم المبين هنا وتضغطون على Account Setting المبين هنا. سأضغط عليها. عند الضغوط عليها ستدخلوا لإعدادات حسابكم الخاصة، من ثم تنزلوا إلى تحت وتضغطوا على الرابط فيدباك المبين هنا. سأضغط عليه. عند الضغوط عليه ستنتقلوا لرابط الفيدباك. هنا سيكون مبين جميع الفيدباك التي المشترين كتبوها لكم أو التجار الذي اشتريتم منهم كتبوهم لك. فعند الدخول لهذا الرابط تنزلون إلى تحت. سأنزل إلى تحت، وهنا سنرى الريفايز فيدباك. انتبهوا، ريكويست فيدباك ريفيجن. من خلال هذا الرابط عندما اضغط عليه سارى جميع الفيدباكس السلبيه التي حصلت عليها، ومن هنا يمكنني ارسال طلب لهذا المشتري ان يحول الفيدباك السلبي لفيدباك ايجابي. ساضغط على ريكويست فيدباك ريفيجن، وانتبهوا انه حاليا لا يوجد لدي اي فيدباك سلبي أريد تحويله للإيجابي، لذلك لم يبين لي أي فيدباك هنا. ولكن بحالة حصولكم على فيدباك سلبي بالفترة القصيرة، بفترة الشهر الأول، سيتبين هنا ويمكنكم إرسال له طلب من خلال الرابط هنا، إرسال طلب للمشتري أن يحول هذا الفيدباك السلبي لفيدباك إيجابي. الحالة الثانية هي التواصل مع موقع إيباي والتحدث إليهم بخصوص الفيدباك الذي حصلتم عليه، وتقنعون موقع إيباي أن الفيدباك الذي حصلتم عليه هو ظلم، وأن المشتري ظلمكم. طبعا هذا بحالة إذا حقا ظلمكم. إذا أنتم مذنبين بتجاهل المشتري وعدم توفير له الكاستومر سيرفيس، خدمة الزبائن اللازمة، فأنصحكم عدم التواصل مع موقع إيباي. بحالة إقناع موقع إيباي أنكم حقا ظلمتم بحصولكم على هذا الفيدباك السلبي، إيباي سيحذف الفيدباك. تذكروا أنه تقريبا كل فيدباك سلبي حصلتم عليه يمكنكم حذفه. إذن لكل من يوجد لحسابه فيدباك سلبي، لماذا تنتظروا؟ ابدأوا بمعالجتها في الحال للحفاظ على سلامة حسابكم. ولكل من لم يشترك بالقناة بعد، اشتركوا بالقناة لمشاهدة الفيديوهات التي ستعلن أسبوعيا بالقناة المختصة بمجال التجارة الإلكترونية. لا تنسوا أيضا الضغط لايك على الفيديو. سأراكم في فيديو آخر.